وهرجع لك فيها واتكلم فيها، بس عايز اروح لفاروق واساله على هل من المنطقي ان انا اكون مسافر بظهير ايمن واحد؟ هتقولي طب ما هو عمر كمال موجود. طب ما هو طالما موجود عمر كمال وجربه في كاس العرب ولعب كظهير ايمن في كاس العرب، ما لعبوش امبارح ليه؟ معنى انه ما لعبوش انه مش مقتنع بيه، فراح منزل محمد عبد المنعم. اذا في النهايه انت مسافر باكرم توفيق بس ربنا يشفيه بعد اصابه برباط الصليب. هل ده منطقي ولا ده هدفه ايه؟ يعني ايه الهدف من ورا كده؟ خلينا نتكلم ان احنا قلنا ان البطوله العربيه كيروش رايحها في المقام الاول للتجربه وللاستفاده من البطوله العربيه. حد يقدر يقول لي ايه النتائج الاستفاده دي لحد دلوقتي على منتخب مصر في المباراه دي؟ زيرو. اللعيبه اللي تالقت في البطوله انت ما استدعتهاش، سواء احمد رفعت او حسين فيصل انت ما خدتهمش. بالظبط. الظهير الايمن اللي تالق في البطوله معاك عمر كمال، انت وقت ما احتجته ولازم تدفع بيه ما دفعتش بيه وجربت لعيب في مركز جديد. فالبطوله العربيه اللي فاتت دي كلها ووقفنا الدوري عشانها وعملنا حاجات تحضير وتجهيزات ما استفدتش فيها بحاجه. قصه محمد صلاح اللي كان بيتكلم عليها نادر، هو خرج في تصريح غريب بعد الماتش ممكن ياثر في الكوتشنج بتاعه كمدرب. هو قال انا عايز ابعد محمد صلاح عن الخط. معلش، محمد صلاح اللي انت عايز تبعده عن الخط هو بيلعب طول الموسم. ده تصريح مضحك جدا. هو مضحك. هو بيلعب طول الموسم، هو احسن لعيب في العالم في على الخط، بيلعب في الحته دي طول في العالم بشكل عام، لكن هو على الخط هي ده راس ماله. بالظبط. هو بيلعب مع ليفربول في نفس المركز ده. لعمرنا شفنا يورجن كلوب قال في ماتش انا محفوظ بلعب بنفس الشكل، هاجي الماتش اللي بعده اغير تمركز صلاح احطه راس حربه. الكلام ده خلاص عارف عليه زمان. حتى انتوا اكيد متابعين طبعا ليفربول بشكل مكثف، يعني يورجن كلوب حتى لما بيلعب صلاح كمهاجم بيلعب له اثنين طرفين يساعدوه، يكون ده مكانهم اصلا. لما شاكيري قبل ما يمشي مثلا كان ممكن ينزل هو مكان محمد صلاح، محمد صلاح مكان فيرمينو قدام، فيلعب على سرعات محمد صلاح لو مثلا ليفربول كسبانه وبتامن شويه، فيلعب على السرعات كور تلاقي وكانت بتجيب نتيجه. مين افضل واحد يعمل القصه دي بعد ما خرج اكرم توفيق؟ عمر كمال، لانه عنده النزعه الهجوميه، كان لازم موجود يضغط دايما الجبهه اللي هي كانت مخترقه عندك. ليه؟ لسبب وحيد، لان انت مش حاطط جناح مع الظهير. شفنا محمد عبد المنعم في المباراه بيشاور لمصطفى محمد ارجع معايا دافع، لان انا معايا بيميل عليا مهاجم بضطر ان انا اضم عشان اقفل الهاف سبيس ما بيني وما بين قلب الدفاع، فبيبقى ورايا مساحه كبيره جدا استغلها سيمون. فما كانش موجود جناح، كان لازم تقدم لعيبتك تهاجم من الجبهه دي، لان افضل وسيله ان انت توقف فيها جبهه لازم تهاجم عليها، عشان على الاقل الظهير الباك الشمال بتاع نيجيريا ما كانش يتقدم. مع فاروق كارثة.